السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيح لاباس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى هلا يوصلكم لهذه الحاله، هذه الفجيعه ديال الرماني اللي كحشت الناس بزاف وضروا الناس بزاف وماتوا لي بهايمهم وداو ليهم بزاف د الحوايج، مسائل ديالهم، اموال ديالهم، كتوبه ديال الدراري. انا تنشارك معكم، شوفوا البهايم ديالهم منين تترزقوا الله، منين معيشين وليداتهم وضاربين عليهم تماره وكاين وتيتسناو في يوم الخير، ولكن للاسف للاسف الشديد حتى شي واحد ما لقاو لا يد المساعده. دابا محبوسين بلا ماكله، بلا خبز، بلا ما، بلا اي حاجه، ويد المساعده ما كايناش، لا 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 من تنادي لاي واحد مسؤول هنايا، ما عرفهمش كاع فين كاينين، لانهم ضايعين بالجوع وضايعين بالتماره وضايعين بكل شيء. هانتوما تشوفوا، انا شاركت معكم كل شيء، والناس ضرت بزاف، ضاعوا لهم وليداتهم كتوبه. كاين هنا الناس منهم الاخت ديالي انا عندها الباك وضاعت بزاف، وضاعوا لها كتوباتها، ضاعوا لها المسائل ديالها كاملين، والناس اللي مضرين كثر هانتوما تشوفوا، راه من هنا معايشين، ومن هنا الناس الاغلبيه عندهم ربعه الوليدات، ثلاثه الوليدات هنايا في الباديه. هانتوما نتمنى تضامنوا معنا، كنتمنى تضامنوا مع الناس بحال هكا. شوفوا الناس فين عايشين، هانتوما كتوبات ديال وليداتهم، هانتوما راه الناس ضاعوا، هانتوما وما كاين حتى شي قلوب رحيمه اللي تضامنوا معاهم، ما كاينش اللي طلع لهم، محبوسين هنا بلا ما، لان البيار منين كيشربوا تردموا ليهم وعمروا غيس، ومحبوسين بالجوع، وكاين الواد ما كاينش منين نقطعوا باش يجيبوا ما ياكلوا. شوفوا للاسف الشديد، ولكن حتى شي واحد ما ضامن معاهم في هذه المحنه ديالهم، والمسؤولين حتى شي واحد ما سول فيهم، حتى شي واحد ما طلع عليهم، حتى شي واحد. هي المساله ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن ضروري في هذه المحنه الناس يساندوهم، على الاقل يجيبوا لهم ما ياكلوا، على الاقل يجيبوا لهم غير التعبئه، غير الماء، غير ما يشربوا، هي الاخير ما كاينش. شوفوا الناس ما خلات لهم حتى شي حاجه، كلشي داو. هانتوما ما كاين لا ما ولا خبز ولا حتى حاجه. تنتمنى شي قلوب رحيمه تشوف لهاد الناس هادو اللي معذبين هما وليداتهم. هانتوما شوفوا الصوره تشرح كل شيء. تنتمنى شوفوا الناس حويجاتهم مشاو ليهم، وهذا الشيء اللي شاط. هانتوما هاد الناس ها راه ما بقات لهم حتى شي حاجه، ها هي هاد المنطقه ديال الرماني، منطقه الزعير، الارض الفلاحيه ما بقى لا فلاحه لا والو، لا ارض، لا ما ياكلوا لا ما يشربوا. شوف بهايمهم ماتوا ليهم، منين كيتقاوتوا، منين تيعيشوا وليداتهم، ومنين تيصرفوا على وليداتهم، ولكن للاسف الشديد ما كاينش يد المساعده، وحتى شي واحد ما عقل عليهم في هاد المحنه هادي. شوف الناس مسؤولين، حتى شي واحد ما كيجاوب، حتى شي واحد موت هنا بوحدك بلا خبز بلا ما. الناس دابا تيطلبوا غير الخبز يوصلهم والماء يوصلهم، لانهم من فين تيشربوا مساكن غير من البير، ولكن البير تردم ليهم، كلشي داتو الحمله ما خلات لهم حتى شي حاجه. هانتوما الحاله ديالهم، محالاتهم، كتوبات وليداتهم، كاينين هنا الناس ضروا بزاف. دابا راه ما كاينينش حتى منين يقطعوا شي يجيبوا الخبز ما ياكلوا، طريق بعيد بغاو يجيو. انا باش وصلت لهنا راه درت واحد الطريق من على المالحه، ما جيتش من هاد الطريق، انا بيت الليل كامل جايه باش وصلت لهنا. شوفوا الناس، هانتوما شوفوا الناس كيفاش ضايعه، شوفوا كيفاش تتعيش الكتوبه ديال وليداتهم. هانتوما الصوره تشرح ذلك، ها، لكن للاسف ما كايناش قلوب رحيمه اللي تنظر لهاد الناس وتجيب لهم على الاقل غير الخبز والماء. شوفوا الحاله ديالهم كيفاش دايره، ها، كلشي الناس تضرت، هادشي غير اللي شاط اللي بقى اللي خلات لهم الحمله، ولكن فين غيجلسوا؟ ما عندهم لا ماء لا خبز لا حتى حاجه، محبوسين في هاد القاره، الواد حابسهم باش يقطعوا يجيبوا لوليداتهم ما ياكلوا. شوفوا هانتوما الناس كيفاش دايرين، هانتوما الناس كيفاش تتعيش. هانتوما ما بقات لهم حتى شي حاجه، مسؤولين ما كاينينش، حتى
شي واحد ما كاين اللي ينظر لهاد الناس هادو، ما كاين حتى شي واحد، هو الامر ديال الله سبحانه وتعالى، هو الامر ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن الانسان في هاد المحنه خاص يوقف معاك. هانتوما شوفوا الحاله ديالهم، هانتوما جوا، هانتوما الحاله ديالهم كيفاش دايره، شوفوا ديال وليداتهم والله الا شي اسوا تيقطعوا القلب، وبهيماتهم ماتوا اليوم. هانتوما الماء كل شيء، عندهم حتى شي حاجه. الناس كاملين تضروا، حتى شي واحد ما بقى بلا ضرر. شوفوا الناس مشاو ليهم حويجاتهم، ما بقاوش هنا، هي بقات حاصله واحد الثلاجه، ولكن شي لاخر كل شيء مشى. هانتوما الناس تضروا بزاف، شوفوا حويجاتهم، شوفوا شوفوا الناس، هانت ولا حياه لمن تنادي الناس مسؤولين، ما جات حتى شي حد، ما لحق حتى شي حد. شوفوا الماء كيفاش داير، هانتوما كل شيء راب وكل شيء ضاع، وماتوا ليهم بهيماتهم اللي تترزقوا منهم وتيصرفوا منهم وتيوكلوا منهم وليداتهم، راهو ما ماتوا، ماتوا ليهم وشداتوا الحمله شي مات وما بقاش. وغنخليكم واحد من الناس اللي متضرر هو غادي يهضر. السلام عليكم. ديال الكارثه كلشي، كلشي مشى لنا البهام، مشى لنا الزرع، مشى لنا التبن، الحوايج، بقى حتى شي حاجه، بقات كلشي مشى لينا، بقينا الله كريم. إذا نطلب منكم مساعد، ساعد الله الله يرحمكم الوالدين، كلشي مشى، بقى لا التبن لا الزرع لا البهام لا والو، كتبوا لي دري يسردوا، أنا كتشوفوا برا الحوايج كلشي مشى، حتى شي حاجه ما بقاش. وهذا السيد اللي تيهضر معكم راه عنده ثلاثه البنيات ومشاو ليه كتباتو، راه كلشي ضاع، والوليدات ما عندوش باش يشري ليه البهايم اللي تترزق منهم، الله راه ماتوا وضاعوا، داتهم ليهم الحمله. وبلاتي من نوريكم الكتوبه اللي ضاعوا للوليدات، ما عندهمش فين يمشيو ومحبوسين هنا، ما عندهم لا خبز لا ماء، الماء مقطوع، البئر تردموا. شوفوا الناس هانتوما ما عندهم لا فين يجلسوا، غسلوا مع البرد، ما عندهم لا فين يجلسوا، ما عندهم لا حوايج لا حتى حاجه فين غيجلسوا، ما عندهم لا ما لا حتى شي حاجه. هانتوما شوفوا، هانتوما الناس بقاو تيشوفوا مساكين عا واقفين وتيشوفوا، هانتوما الغالب الله. وكاينين وليداتهم راه كاينين جيب لنا تناكل ولا نشربوا على الماء ولا عتقونا، ربعونا عتقونا، حنا متنا على الجوع. حياتنا حياتنا، راه دري مشاو الدراري مساكين المكتوبه، مشات المحلات، مشاو للواعي، مشاو للبهايم، ما صرنا لا ناكلو ما صرنا لا نشربو، دابا دارولنا شي حل، احنا بواتكم. هانتوما حويجاتهم، هانتوما مابقاش عندهم حتى شي حاجه، راه دا ليهم كلشي، ها مشى ليهم الطحين ومشى ليهم كلشي. صور مكتوبه، صور مكتوبه، دابا شنو غنديرو ليهم؟ لا قنطره، هانتوما شي حاجه ما عندنا. شوفوا سرقوا السقايا، خرجوا الماء، السقايا تا هي راه عندهم واحد السقايا دايرينها ليهم تما، ولكن راه حبسوا عليهم الماء، المسؤولين قطعوا عليهم الماء، ما عندهم لا قنطره، ما عندهم منين يدوزوا، حابسهم ما حابسهم الواد، ما عندهمش منين يجيبوا القوش ديالهم، والبيار غرقوا ليهم ما بقاش، ولاو غير الغيس ما بقاو منين يجبدوا الماء. هانتوما الصوره تشرح تشرح، والله الا كان ما عنديش حتى فين نوقف. وشوفوا الكتوبه ديال الوليدات، هانتوما شوفوا الكتوبه ديال الوليدات، ها الغالب الله، شوفوا الناس عاد تدور وتشوف الكتوبه، ها الكتوبه ديال وليداتهم، ها شوفوا الكتوبه، ها هانتوما الكتوبه، كيفاش غاديروا يقراو، كيفاش غيواصلوا الحياه ديالهم، وبغاو دابا غير الخبز، كيفاش يوصلهم الماء، غير يشربوا غير الماء. انا غادي نصور لكم البير كيفاش داير، هانتوما ملي غيشربوا هاد الناس، هانتوما شوفوا الناس ملي غيشربوا، راه محبوسين هنا، محبوسين بلا ماكله، رجع غطيح، هانتوما كلشي مشى مساكين، هانتوما ما عندهمش كاع باش يعيشوا، هانتوما ما عندهم ما يشربوا، هانتوما ما عندهمش الماء، عباد الله غتقول هاد الناس راهم تحبسوا هنا، ما كاينش كاع اللي وقف معاهم، ما عندهم لا خبز لا ما لا حتى شي حاجه، ها البير ملي كيشربوا شوفوا كيفاش داير، الكتوبه ديالهم راهم مشاو، هاد السيد راه عنده ثلاثه الوليدات ماتوا لي بهايمو كاملين من غير صرف، ما عندوش، بقى محصور وبقى هاكا كيشوف غير واقف، ما عنده حتى شي حاجه، راه الصوره تشرح نفسها. كنتمنى اليد المساعده، اليد المساعده، المساعده لهذا السيد هذا، غنبارطاجي لكم النمره ديالو، وانتم عاونوا تواصلوا لي معاه، وماشي غير هو اللي متضرر، راه كلشي متضرر، هذا غير واحد من الناس اللي متضرر، لان الناس كلها راه تيجري بوحده، وكلشي ربي اللي عالم به. شوفوا الناس ما بقات عندهم لا حوايج، شوك لا حتى حاجه، هانتوما غير الشوك ما كنلقى فين نعفط الناس، غير حفايه، هانتوما راه الشوره، الصوره ما مشى ليا لهاد الدواء، مشات
تستعمل لي باكين ما بقات لي لا دي باكين لا والو كلشي مشى ما عرفتش نعطيها الليله بقات لي الكواش ما خرجنا عسته وكلشي ها نتوما الناس راه ما بقاو لهم حويجاتهم ما بقاو لهم حتى شي حاجه كيفاش غيعيشوا هاد الناس والمسؤولين لا حياه لمن تنادي حتى شي واحد حتى واحد موقف معاهم حتى شي واحد مواقف معاهم ها نتوما المسؤولين ولا واحد في هاد اللحظه هادي وفي هاد الظروف هادي اللي قرعه الماء ما كايناش المسؤولين فينا هما فينا هما المسؤولين على هاد الناس هادو عندهم واحد السقايه وقطعوا عليهم الماء واش في هاد الظروف يتقطعوا على هاد الناس الماء واش في هاد الظروف هادي الناس تقطع عليهم الماء عندهم سقايه وحده فيها اكثر من 20 عائله اكثر من 20 محل واش يتقطع عليهم الماء والبيار غارسين هاد الناس واش ما يشربوش شوفوا الصوره تشرح نفسها انتوما شوف شوفوا محالة الناس ها انتوما فين غيمشيو هاد الناس